اخوتي اخواتي الاعزاء سلام المسيح في قلوبكم رجعنا لحلقه جديده من برنامجنا أخلاقية مسيحيه وراح نكمل في موضوع الجندر والجندريه وتحديد الهويه الجنسيه والكيان الذكوري والانثوي وما جرى الحلقه الماضيه تحدثنا في مواضيع كثير مختلفه وكانت مواضيعنا نوعا ما كمان شائكه اليوم راح نتكمل في هاي المواضيع بس اخر شيء خلصنا فيه بالحلقه الاولى تبعت موضوع الجندريه هل المجتمع يحدد الادوار للذكر او الانثى؟ أه طبعا اخذنا عده اجوبه ما بدناش نعيد كل الاجوبه وكل المواضيع ولكن السؤال اللي بده يكمل على سؤال الحلقه الاولى من موضوع التحديد الجنسي والجندريه هو هل الجندريه نفسها تحدد الادوار ام لا؟ بس قبل ما نجاوب بدي ارجع ارحب في ابونا برنار وارجع ارحب بالاخت سريده اهلا وسهلا فيكم أه بدنا نكمل في موضوعنا والموضوع زي ما انتم عارفين فعلا موضوع شائك ولكن موضوع الساعة زي ما قلنا في الحلقة الأولى سريدة والأبونا احنا حكينا عن الأدوار وحكينا عن دور الرجل دور المرأة حكينا وجهة نظر الكتاب المقدس حكينا وجهة نظر المجتمع والحياة الاجتماعية ولكن السؤال اللي هم نفسه الجندرية نفسها أو الجنس نفسه هل هو بحد ذاته بغض النظر عن المجتمع بغض النظر عن الدين هل هو يحدد أدوار معينة ويمنع أدوار أخرى ما بين الذكر والأنثى أم هو كله محدد بتأثيرات خارجية من قبل المجتمع من قبل الكنيسة من قبل العائلة من قبل المدرسة وهل ما جرى يعني ابونا بعرفش إذا بدنا نسال هذا السؤال يعني زي كانه ناخذ ولد وبنت على جزيره نائيه نحطهم ونستنى ان يربوا لحالهم ونشوف شو رح يصير ايش هيك؟ أه بفكر يعني هيك حسب علم النفس انه في امور ذاتيه فرديه عند كل انسان في اختيارات يعني زي ما انا ليش, ب... ليش بحب اللون الاصفر بغض النظر اللون الاصفر لمين بنت مي بس بحبه للون الاصفر لانه هذا لون ما بقدر افسر ليش إيه فزي ما بدينا نحكي هذاك اللقاء اعتقد انه اذا ما اعطي الاولاد والبنات انهم يختاروا فالولاد بيختاروا كل شيء موجود قدامهم فهذا بقول انه احنا مش لازم نربط الادوار اللي هي لها علاقه بالانوثه وبالذكوره بالافعاليات اللي بقوموا فيها لازم يكون الربط الذكورة والانوثي في الكينونه والذات تبعتهم يعني لما انا بطلع على جسدي كيف انا بنتمي له وبحترمه وبتعاطف معه وبعرف اتعامل معه هذا اللي لازم نربي له بمعنى القبول لايش لا ربنا خلقني القبول لايش لا ربنا خلقني هو عمليه تنشئه وحوار مع الذات اللي اغلب الناس بيعيشوا فيها يعني الاولاد بكثير بحبوا كونهم ذكور وبصيروا يكتشفوا و وبالفعل بالفطرة تبعتهم بتشوفهم انه في خشونة معينة وفي نوع من الانواع مزبوط في نوع من المجتمع اللي بربي لهاي الادوار ولكن كمان هن بذاتهم بتصرفوا بهذا الشكل لا. وبتشوف انه الفتيات بيروحوا لادوار اللي هي غالبا ادوار اللي هي كمان مجتمعيا منسوبة لإلهن ولكن في عنا عشرة بالمية ويمكن نختلف هون أنا وأبونا برنارد عشرة بالمية من المجتمع اللي القضية عندهم مش هالقد محسومة يعني يا هني هون يا هني هون هني عشرة بالمية اللي هني يا إما مختلفين وما بحكي على بنت اللي بتتصرف سلوكين ما بحكي على بنت بتروح تلعب فوتبول ما بحكي على بنت اللي بتسلك سلوكيات اللي هي حسب المجتمع اللي هي صبيانية لا انا بحكي على شعور البلبلة هاد اللي بطلع حالي بالمراي وبحس بغربه بحس انه هذا جسد لا انتمي له وهذا كمان له خلفيه نفسيه طبعا في حالات معينه وفي حالات لا في حالات اللي باللحظه اللي الشخص بيشعر انه هو لا ينتمي لهذا الجسد كان بيتمنى يكون في جسد اخر من مستوى جنسي يعني ذكر او انثى او في اشخاص اللي هن بالنسبه إلهن برفضوا جسدهن لانه في عندهم رفض لجسدهن على مش مهم ايش برفضوا جسدهن لانه برفضوا يعني في في حد عدم قبول للذات احنا هون بنحكي على كليتنا عنا مرات كثير رفض لكتير شغلات في جسدنا يعني الطويل كثير بقول لك لون شوي اقصر القصير كثير بقول لك لون شوي اطول اللي عنده شعر بيقول لك متغلب فيه اللي ما عنده شعر برضه متغلب انه ما فيش <applause> شعر فاين انه دائما في شغلات احنا في جسدنا لما بنطلع على <applause> حالنا بالمرايه بنقول لو مش هيك لو هيك لو كذا يعني انا مثلا بقول انه ربنا خلق الكون كليته كامل مكمل وهلم جرى ولما اجى خلقني اعطاني هال 170 سنتيمتر وقال لي ستوب عندك يعني ما بقدرش كمان 10 15 سنتيمتر انه كليتنا عندنا ايش نقول يا ريت شوي هيك يا ريت غير هل هذا هو الحديث اللي عملك في الترقيه والعمل نحكي على الجانب، تغيير جذري انا بحكي على الجانب اللي هو بيشعر بانه الجنس اللي خلق لإله هو لا ينتمي لإله انا بحكي على الشعور بالغربه تجاه الجسد اللي هو خلق له من على خلفيه جنسيه يعني انه انا كنت بتمنى انا خلقت ذكر متكامل كذكر ولكن انا كنت بتمنى اخلق انثى يعني أنت عمالك تقولي لي موضوع الجندرية وموضوع الجنس وتحديد الجنس في الأدوار حتى ذاتها أيضاً له دور نفسي طبعاً له وضع نفسي طبعاً يعني أنه مش بس شكله ذكر فإذاً لازم يكون ذكر أو شكله ها أنثى فهي بالتالي أنثى ولكن أيضاً نفسياً التصرفات يجب أن ترتبط بموضوع الجسد طبعا نفسيا يعني الجندر نفسه تعريف بيحدد الذات نوع من انواع الادوار طبعا وتعريف الذات هو تعريف انثوي او تعريف ذكري اني انا انتمي لهذا الجنس وانا اقبله وانا اتبناه وانا امارسه يعني مونا. بتسبب لنا مشاكل كثير كبيره عم مشاكل عم بغلب هاي المره هاي الحلقه عم بغلب اصابت اصابت هي هي بطبيعتها بتحل مشاكل المزبوط يعني يعني حكت هذا الشهاده يعني نحكي لنا ولعلينا علينا هي بطبيعتها بتحل مشاكل اليوم لا انه الموضوع شائك ابونا نحن هون نختلف يعني من وجهه نظر طبعا انا بحكي وجهه نظر علم نفس يعني الفكره وما فيها هو انه كل شيء في الطبيعه لما درسنا بروتينات في الاحياء بيقولوا دائما فورم فالوز نيتشر فبالتالي حسب طبيعه الشيء هو شكل الشيء وهذا الاشي صحيح كمان في الانسان طبيعه الانسان بتشك... بت... بتاثر على شكل الانسان يعني ال كان عندي قبل فتره ام اتصلت فيه من امريكا على موضوع انه راحت على المدرسه وللاسف كانت مدرسه كاثوليكية وين الأستاذ المعلمة علمتهم انه انت بتقدر تعرف الجنس بحسب ما تريد إلى هذا رح نتطرق الموضوع اليوم هذا جدا مهم ابونا وهي البنت الصغيرة <نصف> رجعت على البيت وتقول لامها انا ما بشعر حالي اني انا بنت مع انه هي بنت فسالتني شو نصيحتها شو نصيحتي لإلها قلت لها قديش عمرها كان عمرها بجوز 12 سنة قلت لها بس استني شوي وفعلا بعد اكم من شهر اجت لهي البنت الدوره الشهريه واكتشفت انه جسمها عم بيحكي لها شيء يعني الطبيعه هي موجوده والانسان بيكتشف هي الطبيعه م. لما نحن نكون صغار بنكتشف طبيعتنا بنكتشف محدوديتنا بنكتشف شو اللي بنحب وشو ما بنحب بس كثير مرات كمان الشيء اللي بنحبه بيتطور الشيء اللي نحن بنعرف حالنا فيه بيتغير نحن بنولد ابن فلان وبعدين بنصير ابو فلان يعني هذا الإشي معناته التطور اللي بيصير فيه مش معناته انه انا بطلت ابن فلان ولكن التطور اللي صار فيه نسبة للعائلة اللي أنا كونتها معناته صار في جانب ما كان موجود وهذا إشي كتير مهم نحن لما بنطلع على موضوع الجندر تحديد الجنس خاصة لما يكون مختلف من ناحية الطبيعة الفيزيولوجية اللي موجودة في الإنسان انه هذا الشعور عم نكتشف اكثر واكثر لانه صار في في العالم كميه من الناس اللي عملوا عمليات بغيروا جنسهم فيه انه في عدد كثير كبير منهم بيقولوا انه هي كانت اكبر غلطه عملوها بحياتهم عدد كثير كبير منهم اللي بيقولوا انه هذا جديد علي هذا الشيء اللي انا عملته ما كان في وعي كامل في عدد كثير كبير من الاطفال اللي بيحكوا لاهاليهم انا ما بشعر انه انه انا بنت او انا ولد وبيعملوا اشياء اللي هي لا رجع عنها في حياتهم حتى يحددوا الجنس وفقا للمشاعر والمشاعر تتغير بعدين وبالتالي الفكره وما فيها انه اذا نطلع على طبيعه الشيء وطبيعه الشيء بحدد شكل الشيء طبيعه الشيء بحدد, بحدد شكل, شكل آه. الشيء معناته انه الفيزيولوجيه الكيان الانسان هو اللي بيحدد للإنسان شو لازم يكون وكيف لازم يتصرف أبونا هون سؤال بيجي على بالي هلأ مم. قلنا طبيعة الشيء تحدد شكل الشيء مم. هل شكل الشيء له علاقة في تحديد أو تجديد أو تغيير أو تحسين أو, أو, أو الطبيعة؟ له علاقة مية بالمية لأنه زي ما أنت تفضلت أبونا عنا صورة معينة وعنا رغبات معينة في الإنسان اللي بجوز ما بنعرف شو مصدرها يعني علماء النفس بيساعدونا ان نكتشف ليش انا مثلا عندي نفور من امراه او عندي نفور من ذكر انه بطلع بيطلعوا على شو صار بالعائله مم. شو صار بعمر صغير شو كان عنده يعني خبرات في حياته اللي خلته ياخذ موقف معين مرات هذا الشيء بنلاقيه بالكهنه والرهبات انه في ناس عندهم نفور من الكاهن لانه كان عنده خبره مش كويسه مع لا. خوري واحد مثلا وصار في عنده نوع من رده الفعل على تعميم. التعميم لا. هذا الاشي بيصير كمان من ناحيه جنسيه من ناحيه من مم. ناحيه المشاعر ومن ناحيه الانجذاب كثير مرات نحن اذا الواحد يعني من ناحيه رعويه لما بنساعد ناس عندهم ميول مثليه واكيد في عندنا حلقه خاصه في حلقه خاصه نعم انه بنكتشف انه في سبب في العائله في سبب في حياه الانسان هذا اللي عم بيخليه يكون منجذب بشكل خطا هذا الموضوع جدا مهم راح نتطرق له فعلا في حلقه خاصه بس احنا الهدف الاساسي تبعنا من الحلقتين العمل اللي عملنا نمشي فيهم بموضوع الجندريه انه اذا احنا ما دركناش موضوع الجندريه مش راح نقدر نوصل لمواضيع ثانيه واوسع لانه رح نتحدث كمان ويمكن مناسب نتحدث في قضيه الهويه الهويه الجندريه وكنا بخلال التحضيرات حكينا على الترانس جندر قديش له علاقه هذا بالهويه بهويه الانسان كيان الانسان من هو من انا قديش له علاقه بي؟ لانه اليوم في عنا في عنا دمج كبير في هذا الموضوع في عنا دمج كبير في هذا الموضوع حكينا تفضلت ابونا انه اليوم بطل هي شي ذي ذم بيجي لك انا بعرف حالي بذم هم بعرف حالي يعني هون عم نحكي على هويه على كيان على وجود مش عمالنا نحكي فقط على مشاعر المشاعر تتبدل وتتغير الميول يتبدل ويتغير ولكن الهوية هي طبقة هوية فقديش هذا الموضوع سريدا اه هو هو لما بناء الهوية هو بيتم بطريقة تدريجية ووضوح وفي انسجام ما بين الجسد وبين رؤية الجسد والواقع اللي أنا خلقت له وفي اه تعزيز لها لهاي المشاعر بشكل إيجابي فيش مشكلة عنا مشكلة بس لما في عندنا الشعور بالغربة اللي بدينا نحكي عنه وشعور بأنه أنا لا أنتمي لهاي الهوية وأنا بدي أكون هاي الهوية سوري بدي أقاطعك حكيت عدة مرات في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية موضوع الشعور بالغربة, اشرحي لي يا هذا الموضوع يعني لما يعني بيجي طفل بيقول لك شاب شاب بيقول لي انه كل يوم بطلع حالي مراي بحس كانه مين هاد؟ مين هاد؟ هذا الجسم مش لإلي أنا ما كنتش بحب أختار هيك أكون إيه مرات كتير في فرق ممكن تأدي لأذى ذاتي جسدي بدي أغلبك دي. معي في فرق كبير ما أني هقول قدام المراعي هذا أنا مش عاجبني أو بديش يا حتى جذريا أو هقول مين هذا مين هذا هون في خلل كبير في موضوع صحيح. تحديد الهوية ان عم بدي نغير من غير وبديش اطلع حالي بالمراي وانا ما بشعر بالراحه لما بطلع بالمراي واذا بطلع على المراي فبطلع على اجزاء معينه من جسدي واجزاء معينه خاصه الاعضاء التناسليه بديش اطلع عليها بتاتا يعني في معاناه مش عم نحكي على اشخاص وانا بحكي على افراد اللي هن متربيين في بيوت منيحه في بيوت بما معناه اعطتهم قد ما بتقدر تعطيهم انتماء ومحبه ومبادئ كنسيه ومبادئ روحيه والاولاد بدهن انه يكونوا بيصلوا ويمكن ملاقيين كل حد بالكنيسه وجربوا بجربوا بس في كل يوم بالحوار الذاتي وخاصه بجيل المراهقه لما احنا بنعرف انه كل مفهوم الذات ومفهوم الهويه بتشكل إيه وبتشكلش مره واحده بتشكل بمراحل وبالفعل في تغيير بالمشاعر وفي كثير إيه إيه عناصر بتتدخل في هاي المرحله بكل الفتره هاي من احنا توصيتنا دائما بالفعل استنى و وابني مع حالك واكثر إيه اشتغل على ذاتك للقبول اكثر فبنعطي مساحة يعني إحنا ما بنقول لشاب يجي بجيل 13-14 إنه حسمت قضية الهوية الهوية بعدها عم تتكون بعدك عم تكونها فإحنا بنضلنا نعطيه تشجيع ليضل يبحث عن, عن ذاته بمفاهيم الكنسية بمفاهيم اللي تنتمي كمان للبيئة اللي هو عايش فيها وكثير من الشباب بيقولوا جربت 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 وما قدرتش وبحس كل الوقت انه انا مش قادر انتمي لهذا الجسد صرت اكره جسدي بدي اتحمم بديش اكل بديش اشرب بدي اجوع نفسي بدي افوت لحالات اضطراب نفسي اضطراب طعام فكتير في اشخاص اللي بفوتوا بالبلبلة هاي وبالصعوبة هاي ومرات كتير بعلم النفس لما بيجي بيقول لهم شخص انه انا معك انا فاهمك تعال اسمعك ايش انت شاعر ونفصل ما بين الشعور ما بين السلوك، السلوك بيجي مرحله ثانيه بس شعورك انا فاهم شعورك انا معطي شرعيه لهذا الشعور اللي انت فيه انا معطي شرعيه للخوف اللي انت بتشعر فيه كل مره بتطلع على المراي بس احنا ما حددناش الهويه هيك بنزل ال 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 الهم عنده بالنسبه له انه في كمان حدا شوي شوي بيبدأ يمكن يحكي على الهويه احنا هون انا ما بقدر اه يعني ما حددناش الهويه, الهوية انه الشكل يؤثر على الطبيعة والطبيعة تعرف الشكل إحنا ما أعطينا هوية يعني كم مرة أنا ما بقدر أجي أقول لشاب أو لصبية إنه بالنسبة إلي أنت كونك تشعر هيك هذا صح أو هذا غلط هذا شعور والشعور هو أمر اللي أنا بحاول إنه أعطيه أدوات يتعامل مع الشعور اللي عنده بعد فترة هن بيصلوا لحالهن ل آه بدهم خبرة حياة بد خبرة حياة هن, هن بيصلوا في الاشخاص اللي عن جد القضيه بتمرق بعد المرافقه العلاجيه يعني بمرقوا المرحله وفي اشخاص لا بيرجعوا بيقولوا انا بس فهمت حالي وين انا انا بدي عارف اني انا خلقت بالجسم الغلط أو فيش عندي ايش اعمل فانا اخذت منك الادوات اني اتقبل ذاتي اكثر ولكن فيش عندي ايش اعمل رح اضلني رافض بس طبعا في جانب السلوك هناك في آه الاختيارات الذاتيه في اشخاص اللي في بيختاروا طرح. ان ما يعملوا شيء في اشخاص نعم. اللي هني من اختيارات هن بيختاروا ان الاختيارات بتصير اختيارات ذاتيه ولكن يعني احنا <applause> أنا يعني اللي هي قضيه هذه شغله الغربه عن الجسد الغربه عن الكيان الذاتي اللي هو فعلا بلغي الهويه بلغي انه فعلا من انا بلغي فعلا من انا هلا احنا هون هل احنا فعلا عايشين في زمن اللي بيقول زمن الأزمة الجندرية في المجتمع الإنساني ولا هي فترة وبتمرق هي فترة اللي, اللي نقول اللي هي شي ذي دم فترة وبتمرق ولا هي فعلا أزمة وراح تمشي مع مع البشرية نعم. كيف الوضع أبونا حسب رؤيتك الشخصية أولا بدي أرجع بس لتعريف ترانس جندر لأنه أختنا إذا حكت عن نعم. نوعا ما داخليا شو بشعره اللي اللي هي شافته في موضوع الهويه بس لما بنحكي عن ترانس جندر بتعرف ال جي بي تي كيو هذا هذا موضوع تي هو ترانس جندر والفرق بين الترانس جندر والكوير هو شخص كيف بيلبس يعني انه في الكوير بيكون ذكر بيلبس زي الانثى او انثى بتلبس زي الذكر انما ما في تدخل طبي حتى يغير جنسه وهذا هو الاشي اللي نحن عم نحكي عنه في الترانسجندر في الترانسجندر بيكون في ذكر بروح عن طبيب بيعطيه هذا الطبيب هرمونات أنثوية هاي الهرمونات بتأثر بتسبب تغيير فيزيولوجي فيه ببطل في عنده خشونة صوت الشعر في على الوجه نعم. بروح ببلشوا الثديتين يكبروا هاي الأشياء الفيزيولوجية بتأثر على على طبعا كل أعضاء التناسلية وشوي شوي مع الوقت بيصير في نوع من الفيمنايزيشن يعني هو يصبح أكثر أنوثة نعم أو ونهاية لا هذا لا الشيء للعملية الكاملة اللي هي ترانسكشوال اه فبالتالي العملية الترانس جندر هي انه تغيير هذا الجنس لأنه بيعملوا فرق وبرفضوا الفكرة هي الأيديولوجية اللي هي وثنية عالم اليوم ترفض انه الطبيعه هي عم بتاثر على الشكل ترفض انه هذا الاشي اللي الله اعطاك اياه يعني مش من اختيارك هو من المسلمات اللي لازم تعيشها في اشياء في حياتك بتقدر تغيرها وفي اشياء بدك تعرف كيف تتعامل معها نعم. تبقى هي ولكن هذا بتدخل طبي عم يستطيعوا ان يغيروا من الملامح الخارجيه في جسم الانسان ولكن مش من كيان الانسان من جوا مثلا، ما في طبعا. امكانيه انه يخلوا انه ذكر عم بيحول عم بيصير صحيح. في تحويل جنسي انه تصير ام مثلا، ما مم. في عندهم امكانيه صحيح. انه يزرعوا رحم مثلا وانه يصير في امكانيه الحمل والامور هاي كلها. اقصاها هو انه خارجيا الاعضاء التناسليه بغيروا في شكلها فبالتالي ببطل في عنده اعضاء تناسليه ذكريه انها بتصير انثويه. و... عمليات تجميل، عمليات وعمليات تجميلية آه. فقط، نعم. مش عمليات اللي هي عضوية نعم. يعني. الفكرة وما فيها هي إنه دائماً بضل كمان جوهرياً السؤال مين أنا. يعني في التغيير الخارجي هن للحقيقة ما ساعدوا حالهم يكتشفوا جوهرياً منهم. وهذا هو الموضوع هو كثير مرتبط بالدين. الدين شو بيساعدنا؟ ومش لانه يقولنا شو حلال وشو حرام. الدين بيساعدنا أفهم مين أنا. نسبة لله الخلاني بقول مثلا في هاي الرسالة ديجنيتاس انفينيتا الجسد مش أقل من الإنسان في الكرامة مهم. جسد الإنسان هو جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان وهذا الجسد كرامته من كرامة الله فبالتالي أنا لما بغير الجسد اللي الله أعطاني شو عم بعمل؟ برفض الله وما بحترم الكرامة اللي الله أعطاني في الجسد اللي أعطاني كلنا فينا أشياء بدنا نغيرها حكينا عن هذا الأشي في التجميل مثلاً لا. كلنا فينا أشياء بدنا نغيرها تكون أفضل وأحلى وجذاب أكثر و... والأشي اللي أنا بشوفه جميل بس هذا الموضوع هو موضوع كياني وهون الأزمة هذا اللي لما لا. في المجتمع نحن نبطل نقدر نعرف من هو الإنسان ما في مجتمع بدون إنسان ولما في أزمة في الإنسان حتماً في أزمة في المجتمع نعم وعم نلاقي هذا الاشي له صدى كتير كبير عنا ناس مش هن مش تابعين لهاي الحركات الايديولوجية ولكن بقول لك انا بجوز معهم حق بجوز هذا الاشي مش بايدهم لا. بجوز هذا الاشي طبيعي لالهم وبتكتشف بعدين انه هن ايضا وقعوا الى في عدم اليقين والله هو بيخلق الطبيعه مشان تكون معروفه تبين لا. طبيعي الإناء ينضح بما فيه, ما فيه وبالتالي مفروض أنه يكون في عنا نوع من التماهي بين, كيان الإنسان وكيفية عيش الإنسان واليوم بهاي الأيديولوجيات عم, عم بيقصفوا نواة أساسية ليس فقط في الأسرة إنما في الإنسان نفسه يعني هاي تحدي الكنيسة في المستقبل كيف بدنا نساعد الإنسان أن يكتشف من هو وجمال الإنسان تعرف الثورة في المجمع الفاتيكاني الثاني كان أنه ننظر للكنيسة كسر الكنيسة كسر هذا هو كيف أنه من خلال وجودنا في الكنيسة نحن نتقدس أعتقد الخطوة اللي بعدها يجب أن تكون الإنسان كسر لا. كيف نحن نكتشف وين الله موجود فيي أنا وليش أنا موجود في هذا الزمن وليش أنا خلقني الله في مجتمع معين وليش دعاني لانه اكون عندي رساله معينه في هذا المجتمع وهذا كله عم بيصير في شو؟ بلبله في عالم اليوم هي ازمه انسان هي ازمه انسان وليست ازمه فقط هويه آه. يعني هي ازمه يعني انه ازمه الهويه زي ما قالت سريده بيكون في مشكله في تحديد والتحديد دائما بيكون مرتبط في الادوار، انا ايش لي دور؟ ايش لازم اعمل؟ مين انا حتى اعرف شو اعمل؟ نحن احنا هون عمالنا نحكي على ازمه انسان احنا عمالنا نعمل خروج كامل عن علاقتنا وارتباطنا بكوننا مخلوقين على صوره الله ومثاله وهذا الخروج الكامل هل بنقدر نعرفه هو خطيه شوف مرات يعني الخط... الخطيه ما بديش اكون انا قاسي آه. مع الجمهور آه. ولكن بحب اكون واضح آه. احنا من البداية من اول حلقة حكيناها انه مش احنا اللي بنحكم هذا خطية وانت خاطئ او انت غير خاطئ سوري انه انت خاطئ او غير خاطئ بس احنا بنقدر نقول هذا صح وهذا غلط وهذا خطية او رذيلة وهذا فضيلة وفعل هل التغيير بهاي الحالة هل التدخل بهاي الحالة وبهاي الطريقة هل هو خطية؟ أكيد أنه الكنيسة بتعلم أنه نحن لازم نقبل كل الناس وابدا ما نقدر ان نغير ننحرف في ما هو ما قول ما هو صدق لانه الحق يحرركم هاي الامور في تغيير الجنس هي خطيه هاي الامور لما هي مرتبطه في حريه في اراده في وعي في ادراك ومع كل هذا عم يقرروا انه يغيروا هاي ماده خطيه جسيمه هي خطيه كثير كبيره ولكن كثير مرات الاشخاص اللي عم بيعيشوا هاي الحالات هن مش في الإطار الديني غالبا هن خارج الإطار الديني لأنه ما بدهم أي حد يعرف مين هم هن في رفض كامل لكل منظومة تعرف من هم تصور أنه بيرفضوا يأكلوا في مطاعم إذا المطاعم فيها حمامات للذكور وللإناث لازم يكون في حمام في المطعم للجميع مشان يقدر هو يشعر بانه هو ينتمي لهذا المكان هذه انانيه اه يعني احترامي يعني لانه في كثير ناس يعني لو شو بده يصير سوري يعني بيوقف على باب الحمام ولا يمكن ادخل لانه حمامينات بستنى لا يفضح حمام الذكور بدخل آه يعني اه بالتالي مش شوي صعبه اه هو هي خطيه انانيه <applause> اني انا محور ذاتي وانا مش محور ذاتي الله هو محور الذات <applause> واذا انا بكتشف انه انا نسبه لله وأن الله حط في صفات معينة في طبيعتي في فكري في قدراتي في كل شيء جميل فيه الله حط هاي الصفات فيه حتى أكون سعيد حتى أبني مجتمع حتى أكون متفاعل مع الحوالي حتى أكون إنسان شهادة شاهد ليسوع المسيح نعم هذا الموضوع أبونا جدا شيق من ناحية كمان اللي بيغيروا الجنس تبعهم وبتحولوا من ذكور إلى إناث أو من إناث إلى ذكور موقعهم بالمجتمع بضل أنا بفكر ويصححوني إذا بحكي صح ولا غلط بفكر إنه ضل فيه خلل تذكري سريدة لما تحدثنا عن موضوع الألعاب والتمارين والرياضة وهل جرى وكيف قلتوا لي عادة بفصلوا ما بين الذكور والإناث لأجل أمور جندرية صحيح هاد الاشخاص اللي بيغيروا جنسهم وين بصير موقعهم بهاي الاشياء هي هاي القضيه ابونا هي هاي تخلق اشكاليه احنا بنعرف في مجتمعات تانية اللي بيسمحوا فيها كل قضيه <applause> ترانس جندر ومجتمعات اللي هي آه انظمه بمدارس معينه اللي مسموح ومتاح في خاصه في في كثير مدارس في في كتير بلدان اللي فيها الطفل بيقدر يقرر حتى من غير ما يمرق البروسس من ناحية هرمونات بيقدر يقرر وهو بصف ثاني ثالث بأنه هو ولد ذكر بيقدر يقرر أنه يصير يجي على المدرسة بلباس بنات ويحضر حصة الرياضة تبعت البنات و... لأنه هيك طلب وفي مدارس ومؤسسات وبلدان تمشي بهذا الأمر أعطي الحريه للولد هو يقرر في هاي الحاله طبعا بيعتمد شو الانظمه تبعت القوانين البلد ولكن انا دائما بسال سؤال تاني يعني القضيه هي مش بس ولد هي قضيه مجتمع طب احنا هذا الولد بصف ثاني اعطيناه هالشرعيه والولاد عاده بيقبلوا انا بعرف انه الولاد بيقبلوا ولكن يمكن هو نفسه يسال حاله او يسالنا سؤال كبالغين حواليه فيما بعد إيه ليش ما وقفتوش على انه ترفضوا لي وتعطوني توجيه اني أك... اضلني في نظام معين لانه يمكن انا إيه ما كانش بدي حاجة للتوجيه. يمكن انا ما كانش بدي او إيه خاصه لما بنشوف انه في إيه قبول اكثر من لازم عند الاهل انا كثير مرات بتساءل فيه بتسأل في. اليوم في في فضول كمان عند ابناء الجيل صح عند ابناء الجيل يعني ذاته ممكن يجي ولد على الصف بعد فتره قرر انه بده يلبس اواعي بنات لانه هو هيك قرر بعمر صغير يعني مثلا صح والزملاء بالصف رح يتقبلوه رح يتقبلوه لانه في اليوم العقليه هذه عاليه الحر الليبراليه الكامله من ناحيه القرار الجندري من ناحية منيح إنه في قبول أنا إحنا ما بدنا أولاد تتنمر وتسيء لبعض وتضايق وتضايق بعض ولكن من ناحية تانية أنا دائما بضلني سؤالي هو شو مع الولد هذا لما كل أكم من سنة بيكون بده إطار مختلف وكل أكم من سنة بده يرجع ساعة يكون ولد ساعة يكون بنت ساعة يكون ولد ساعة يكون بنت شو عم بيصير مع هذا الولد مش أحسن يعني بسأل حالي سؤال مش أحسن إنه نعطيه مجال إنه في قبول لالك ولكن في سلوكيات لا تمارس بالمدرسة هون أو بالإطار هذا تمارس في محل ثاني يعني بضل في عنا هذا التساؤل إيش أحسن؟ وإيش أحسن هو أمر اللي بتلائم مع البيئة اللي إحنا عايشين فيها بتلائم مع الأشخاص ولكن أكيد أكيد أنا أؤمن إنه حسب مشيئة ربنا يعني هي لازم تمشينا نعم. تعطينا السلوك الصح لهي الأمور يعني قضية إنه الموافقة مع الولد هي فيها حرية يمكن نحل له مشكلته بس ممكن نخلق أزمة عند ثلاث أربع أولاد تانين يعني الولد اللي بده يجي يقول لي أنا بدي أروح على رحلة بياتي وبدي أنام بغرفة الأولاد وهو بنت وهي تنام بغرفة الأولاد، طب بركي في ولد هون بقلب هالغرفة ما بده طب مش أنا لازم كمان أعطيه مساحة وكتير قضية الحريات الشخصية هي قضية اللي لازم تفحص <applause> على بعض آه هون بندخل في قضية التمييز هون تمييز جنسي وعنصري والرفض والكل لازم يقبل الكل بس الكلام سليم زي مثل مست... هلا تحدثنا أنا لما نوصل على مطعم وفي حمام للرجال حمام للسيدات لما حمام السيدات ملان ولا رجال ما راح يدخل حمام يعني انه الحمام للرجال ملان ولا الرجال راح يدخل حمام السيدات راح يستنى دوره لحمام الرجال والعكس هو الصحيح. يعني انه نفس الشيء قضيه الاولاد لما بيطلعوا رحله يناموا برا مثلا رحله يومين ثلاثه بيطلعوا على جبال او مناطق ثانيه. طبيعي جدا انه الاولاد يناموا بخيمه معينه او بمنام معين والبنات بمنام يعني هذا الشيء طبيعي. صحيح لانه فعلا هذا بخلق ازمه، هذا بخلق ازمه كبيره. عشان هيك يا ابونا انا انا يعني رايي دائما حتى من ناحيه نفسيه واجتماعيه انه ولا حاله زي الثانيه كل حاله يعني في الحالات اللي عن جد عندنا مرجعيه دينيه دائما بقول استشيروا رجل الدين استشيروا الخوري ارجعوا له بس احنا بنعرف انه في كثير اهل بيصلوا عنا للعلاج وهن ما لهم علاقه بتاتا بالدين بيقولوا لي انا عارف الدين حطيه على جنب تعني نحكي قصة علم نفس هذا هذا العارف الدين حطيه على جنب هذا يعني مش عارف الدين <تصفيق> 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 أنا بالنسبة يعني أنا بشوف إنه الإنسان اللي عارف الدين بعطي مجال للدين يشتغل معه أما الإنسان اللي مش عارف الدين وبحط الدين على جنب وبيبرر بكونه إنه هو خلص بالنسبة له الدين راح يقول لا 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 مش مزبوط يعني إحنا ما نسمع كلام جدا مرات كثير مختلف من أبونا برنار إنه كيف إنه الباب بالكنيسة مفتوح على مصراعيه مفتوح على مصراعيه صحيح عشان هيك انا ابونا الجمل الاخيره يعني اقولها دائما بقول اهم شيء انه تحطوش حالكم بمحل الـ الـ احنا يعني كمعالجين وكاشخاص وكافراد بقلب المجتمع دائما دوروا كيف تساعدوا وتحتوا وتلاقوا التوجيه السليم. جميل ابونا في عندي سؤال هون هذا السؤال مطروح دائما من الشباب والصبايا بس كثير مطروح من الجهات الانثويه يعني الحركات الانثويه. اللي هو بدخل فيه موضوع الجندر إيه بيسألوا دائما والسؤال دائما بقول انه احنا دائما نصور الله ذكر نصور الله ذكر وكبير بالعمر مع لحية طويلة بيضة وشعر أبيض ونوع من أنواع الهيمنة الكاملة اللي هي الصورة الذكورية نقول القبائلية القديمة اللي هو رأس القبيلة اللي بيهيمن ويسيطر على الجميع من دون أي استثناء جندريا طب اليوم صاروا ي... حتى يعملوا تصوير الى الله سبحانه وتعالى كانثى في ناس قابل الموضوع في ناس مش فارقه مع هالموضوع في ناس رافضة رفض كامل للموضوع وتصنفه ايضا خطيه شو وضع الكنيسة بالنسبة لهذا الموضوع مقابل كل التصويرات التقليدية اللي احنا كبرنا عليها يعني اكيد موضوع مهم كتير لانه احنا كيف بنصور الله هو ايه مرات كثير انعكاس عن كيف بنشوف حالنا يعني بنشوف اه اه انه اه اولا التعليم الرسمي بيعلم انه في 239 من التعليم الرسمي للكنيسه الكاثوليكيه انه الله هو فوق هذا الامتيازات او التمايز الجنسي يعني الله ما عنده جنس بالتالي هو فوق هذا المستوى من ال من التعريف البشري هذا شيء صفة موجودة في الإنسان في الطبيعة وليس في الله تعالى في حتى في النباتات في عنا شجر اللي هو ذكر أو أنثى وبصير في نوع من الدمج بينهم في كمان في الطبيعة أشياء اللي هي ما عندها جنس معين يعني بالتالي بنطلع أنه الكنيسة بتعلم أنه الله هو ما لا يصنف بهذه التصنيفات ذكر أو أنثى السبب الأساسي أنه نحن نصور الله كذكر كرجال كختيار كبير بالعمر هو لأنه في بعض التعبير اللي عبرت عنها المؤمنين في تاريخ الخلاص عن مثلا قديم الأيام فبالتالي إذا هو نعم. قديم أيام فهو يكون كبير بالعمر. ختيار نعم. أو مثلا آه آه الجالس على العرش فبالتالي العرش عندنا تخيل آه ملك يعني أو مثلا في قيال النبي لما بيكون بشوف رؤيا وبيكونوا القروبين متصرفين عم بيسبحوا الله و في حركة نوع من الهوى اللي بمر وبشوفوا شعره أبيض كالصوف يعني أو مثلا حتى يسوع لما بقول لهم عندما تصلوا صلوا هكذا ابانا الذي في السماوات، وبالتالي ما بقول امنا الذي في السماوات، ولكن بنلاقي أه كمان في الكتاب المقدس وين الله موصوف كأم مثلا في البطن عرفتك في الرحم كونتك وكانه الله عنده رحم العالم هو رحمه ويتكون الانسان في داخل العالم وانه الله بيعرف كل انسان أو كما يدلل الابن على على ورك أمه فهكذا أدلل أدللك مثلا بالمزمور أنه بالتالي بنطلع أنه في صفات بنسميها personification يعني نوع من ال منحط صفات إنسانية على الله أكيد أنه الله ما عنده هاي الصفات يعني ما عنده صفات ذكرية أو أنثوية بنحكي عن الله الآب الابن لما تجسد تجسد اكيد ذكر وهذا شيء كثير مهم لانه هو عريس الكنيسه والكنيسه عروس بالتالي كثير مهم انه ما يكونوا بنفس الجنس يعني انه في نوع كمان تماهي بين يسوع اللي هو عريس الكنيسه والكنيسه اللي هي العروس بالتالي انه هو بيقول القديس بولس يزفها عروسا سنيه له لا تغد ولا, ولا شائبة. فبالتالي هذا الإشي بنشوف أنه بأثر على تكوين صورتنا لألله لأ أكيد الروح القدس يظهر على شكل حمامة أو ألسنة من نار أو ريح, ما يعني. ريح عاصفة بالتالي بنشوف أنه كل تعريفنا لألله لأ هو مرتبط في صور معينة دائما في اللاهوت بنقول أنه هاي الصورة هي بتحكي لنا إشي عن ألله ولكن تحكي لنا شيء عن شو هو مش الله كمان يعني دائما في يعني صور او افكار مختلفه لكل تعريف ممكن نستخدمه لله تعالى منها فيها شيء بتساعدني افهم الله ومنها بتحدد مين هو الله فبالتالي ما بتساعدني افهم الله الغير محدود دائما في بنسميه الاكيفوك بالفرنسي يعني انه هو الكلمه اللي نحن نستخدمها عن الله هي الها معاني كثيره وهي مرات صائبه بتعريفها عن الله ومن ناحيه ثانيه ما في كلمه وحده اللي بتقدر تعكس صوره نعم. الله بشكل كامل لانه الله هو غير محدود هو غير مدرك وهو الكيان في ذاته فبالتالي ان شاء الله بكون جاوبت على السؤال 100% يعني بالنهايه احنا نقدر نقول انه الله ليس مرتبط في الجندر ولا مرتبط نعم. في التصنيف الذكري والانثوي هو روح بحت نعم. وهو فعلا خالق العالم وضابط الكل ولكنه لم يرتبط ارتباط نهائيا في اي نوع من انواع التصنيف الجندري انما احنا نصنف نصنف او نصور الله على حسب ايش احنا ادراكاتنا اللي هي فعلا ادراكات محدوده امام عظمه وكبر الله هذا السؤال جدا مهم لانه كثير مرات الحركات مختلفه الموجوده الحركات اللي بتقول اللي بتقول انه الله ممكن يكون ذكر الله ممكن يكون انثى هو لا ذكر ولا انثى هذه يعني انه ما ندخلش في هاي المتاهه اللي هي فعلا متاهه مش راح توصل الى اي محل من المحلات احنا بدنا نختتم بس قبل ما نختتم سريدة بحب اسمع منك نصيحه لكل أم لكل أب للشباب للصبايا حول موضوع تحديد الهوية الجنسية تحديد الجندر هل هو إشي بإيدنا نحدده هل هو إشي لازم نعيش معه هل هو إشي نتفاعل معه ما بعرف أعطينا دقيقة دقيقة ونص نصيحة للشباب والصبايا اللي اليوم عم بيسمعونا وكمان الاميات والاباء والاباء اللي عم بيتابعونا. اولا للشباب والصبايا النصيحه هي انه كل مسيرة معرفة الذات هي سيرورة إيه حلوة اللي ربنا بده يانا يا نفوت فيها عشان نعرف حالنا ونعرف قيمنا ونعرف مبادئنا ونعرف هوياتنا كلياتها وبقلب الهوية جنسية فأنا بطلب يعني إنه بالعكس الشباب الصبايا اللي, اللي لسه ما بديوا يدوروا على حالهم وعلى ذاتهم ما يكونوا لحالهم بهي السيرورة لأنه إيه يختاروا أشخاص المرافقين اللي بيامنوا فيهن وبثقوا فيهن يساعدوهم بهي السيروره حتى عن جد تكون سيروره سليمه وما يدفعوا اثمان وبعدين يقولوا ليش تم عملت هيك وما كان في حدا معي يوجهني نعم. بالمقابل للمرافقين ان كان اهل او كان معلمين مربين احنا في لنا دور دورنا كبير احنا مش صدفه خلقنا ومرقنا على سيروره صرنا بالغين وصار في لنا دور اسا لهالاطفال اللي حوالينا، فقضية رمين. التنشئة هي قضية اللي احنا مسؤولين عنها. كل كلمة أنا بحكيها أنا بخلق واقع فيها. نعم. زي ما أنا بقول للولد حب حالك، فأنا بدي أعطيه كيف يحب حاله، بدي أعلمه كيف يحب حاله. رمين. ويقبل حاله. فهذا الدور اللي احنا لازم نكون فيه كأهل كمرافقين. الأدوار المكون المكملة اللي موجودة في المجتمع اللي حكيناها خلال الحلقتين إنه كل جنس إن ذكر وأنثى إله دور يقدر يكمل في الادوار الثانيه. ابونا كلمه اختتاميه؟ نعم اعتقد انه بدي ارجع لفكره انه خلوا الدين على شقه. وبحب انه اقول انه ما راح يكون في عندنا وضوح اكثر من الوضوح اللي بيجينا من خلال الكنيسه. الكنيسه هي ام وهي معلمه وهي اللي بدها ترشد ابنائها الى الخير. وبدها ترشد ابنائها انه يكونوا احرار اكثر. ليس بإنه يختاروا شو ما بدهم إنما يختاروا شو الله بده لإلهم ويختاروا الإشي اللي راح يوصلهم إلى السعادة خلينا نحن نتخطى هاي التجربة حط الله على شاء أكيد المستمعين مشاهدينا هن من الناس اللي عم بتابعوا هاي الأمور اللي حاطين الله مركز نعم. حياتهم والكنيسة مركز ولكن حياتهم كمان إلهم نعم. هن دور ميل كل ميل. إنسان موجود له دور في يساعد الآخرين إنه يعرف إنه الله ما بده يحدد حريتي الله اعطاني الحريه لانه بحب اني انا اكون حر ولانه بحب اني انا احبه بهاي الحريه المطلقه اللي اعطاني اياها وبالتالي لما يكون عندنا هي الحريه امام هي الحريه انا عندي كمان واجب مش بس عندي امتياز عندي واجب اني اعرف لشو ان اعطيت هي الحريه مين انا نسبه لله مين انا في ذاتي من نعم. أنا في المجتمع اللي أنا فيه زي ما تفضلت أختنا سريدة وهون في مثلث تربوي كتير مهم بنحكي عنه في الماضي لا نزال يجب أن نحكي اللي هي الأسرة الكنيسة والمدرسة وال هذول المثلث التربوي كثير مهم نعم. بكفي أنه نبلبل أفكار أولادنا في مجتمعاتنا في بيوتنا نعم. في مدارسنا نعم. بكفي أنه نستخدم هاي المصطلحات حتى نكون نحن زينا زي الباقي الله أراد أن يميز شعب المسيح بأنه يعرف الحق وهذا الحق يحررهم كلام جميل. وبالتالي اليوم التحدي هو أنه نحن نعرف هاي الحقيقة ونقبل هاي الحقيقة نعم. ونطبق هاي الحقيقة حتى نحن نصبح أحرار نعم جميل أبونا شكرا كثير سريدة شكرا كثير اخوتي اخواتي المستمعين زي ما شفتوا الموضوع شائك وطويل ولا موضوع هو عصري والموضوع هو موضوع راح ياخذ مجده وزمانه لفتره طويله الله خلقنا ذكور واناث واذا حسينا انه في خلل او في مشكله او في عدم وضوح في الهويه او في عدم تحديد للهويه او اي إشي تاني توجهوا لمين يساعدكم الكنيسه بتساعد بابها مفتوح زي ما تفضل الأبونا المرشدين بيساعدوا بابهم مفتوح العائلة مش لوحدها العائلة موجود معها الكنيسة موجود معها المدرسة موجود معها كل المرشدين موجودين في المدرسة ما نخاف نتوجه تأنه نطلب مساعدة تأنه نحل مشاكلنا أو القضايا الجندرية اللي ممكن نلاقيها أمامنا بين أبنائنا بحياتنا بعائلاتنا في مجتمعنا فزين إخوتي باب الكنيسة مفتوح والله خلقنا ذكر وانثى لاجل نمشي في طريق القداسه وتقديس اسمه شكرا لحسن المشاهده والاجتماع وان شاء الله بنشوفكم بحلقه جديده من اخلاقيات مسيحيه